لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل. أهلا بكم أستاذ يحيى. يا أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. كيف تفسرون الانتهاكات المستمرة للقوات الحكومية والميليشيات في الطارمية أين يتواصل تجريف البساتين والأراضي الزراعية؟ عملية تجريف البساتين وترحيل أصحابها والمماطلة والتسويف بأي تعويض، إضافة إلى هناك عملية إجبار لعوائل أخرى على بيع دورها وبساتينها لشركات وجهات غير معروفة مطلقة وبوسطاء من المافيات والميليشيات، كل ذلك يجري وفق مخطط مرسوم وممنهج لتغيير ديموغرافية العاصمة العراقية بغداد وما حولها، والذي يستهدف مكونا واحدا وهو العرب السنة تحديدا والمناطق التي يشكلون الأغلبية فيها. هذا التغيير الديموغرافي الممنهج والمرسوم على مراحل يقتضي تفريس بغداد وجعلها قاعدة متقدمة للنفوذ الإيراني في العراق والمنطقة بشكل عام، وهذا ما أكدت عليه كثير من القيادات الإيرانية بشكل رسمي وبيّنت مطامعهم في بغداد والعراق بشكل عام. نعم. وللأسف فإن الحكومة التي تعتبر امتدادا للحكومات التي تشكلت بعد عام 2003 والتي تخضع للإرادة الإيرانية وتأتمر بأوامر الولي الفقيه هي من تسهل وهي من تعمل على عملية الترحيل والاستيلاء على الأراضي وتجريف البساتين. في هذا الصدد بالحديث عن الحكومة وبالحديث عن هذه الانتهاكات أيضا، هل يمنح أصحاب هذه الأراضي الزراعية والممتلكات التي يتم تجريفها، هل يمنحون تعويضات عن جرف ممتلكاتهم؟ لن يمنحوا أي تعويض، بل إن الحكومة هي ممعنة في عملية الترحيل القسري والتهجير لأصحاب هذه البساتين والدور والأراضي هذه. وما يجري في بغداد من عملية تعدد مراكز القرار وسيطرة الميليشيات، كل ذلك يجري بتوجيه واضح من قبل إيران وحرسها الثوري لخداع المجتمع الدولي والرأي العام بأن الحكومة المركزية عاجزة عن مواجهة مثل هذه الأعمال، بل إن الحكومة تطلب الدعم العربي والدولي تحت هذه الحجج الكاذبة في وقت إنها هي من تساهم وتشارك في هذه الأعمال الدنيئة التي تمزق النسيج الاجتماعي الوطني وتسعى لتثبيت ركائز الطائفية والعنصرية التي هي الصفة المميزة للحكومات العراقية المتعاقبة في ظل الاحتلال الإيراني والأمريكي. نعم المعذرة على المقاطعة، فقط بالموازاة لهذه الانتهاكات في مناطق حزام بغداد، هناك في القادسية أيضا ظاهرة لتحويل المساحات الخضراء، تحويلها إلى مباني تجارية وسكنية في القادسية، ما وراء هذه المخالفة العلنية للقانون؟ هذه سرقة علنية لهذه الأراضي لتحويلها تجارية إلى أصحاب الميليشيات وأصحاب النفوذ هناك للسيطرة عليها وفق تخطيط آخر. هؤلاء رجال الميليشيات والمرتبطين بإيران يسعون للسيطرة على هذه الأراضي من أجل الإثراء على حساب الشعب وعلى حساب أموال هؤلاء الناس البسطاء وتعويضهم بتعويض زهيد وبسيط لتحويلها إلى مراكز تجارية لهم. والأجهزة الأمنية والجيش هي من تقوم بحماية هذه الجهات التي تقوم بعملية التجريف والاستيلاء على هذه الأراضي سواء في بغداد أو في القادسية أو في مناطق أخرى. أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل، كنتم معنا عبر الهاتف.